شويه ملح، اكثر من نبه، وشويه بهارات بيضاء، وشويه كمون. نضيف مرقه دجاج، مرقه لحم او مويه ساده، بهارات بيضاء، ورشه كمون. طبعا يفضل يكون البصل ابيض، ومهم انه ما ياخذ لونه علشان ما يغمق معنا لون الجريش. خلطنا كل شيء، بسم الله. نضيف المويه المغلية عليهم، ونرفع الحرارة لأعلى شيء. أول ما يصفر نقصر أقل شيء مدة نص ساعة، بعدين ننتقل للمرحلة الأخيرة. الله تبارك الله، هذا شكل الجريش بعد النص ساعة الأولى. شايفين هذا القوام حقه. الآن نضيف كوبين لبن، بسم الله، حرارة الغرفة أو حرارة المطبخ. نعطيك هي تقليبة بسيطة بس، ونرجع نكتمه برضو نص ساعة على نار هادية، وبيصير الجريش جاهز معنا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هذا النص ساعة انتهت، ما شاء الله تبارك الله. نعطيه كذا تقليبة ونشوف شكله كيف. ما شاء الله تبارك الله، هذا قوام الجريش، مستوي وجاهز. بعطي كذا ضربات بسيطة، طرف الملعقة ندقه كذا دق علشان يطلع معنا القوام صح. طبعا نحاول ما نحك الحكاكة اللي تحت علشان ما يطلع لنا الحاجات السوداء كذا، أو حكاكة القدر تبع قدر الضغط، لأنه يصير فيه شوي حكاكة. طبعا هذا جريش بدون سريع، بدون لا لحم ولا دجاج. لو حابين دجاج أو لحم ممكن نسويه معه.